نتواجد الآن بالقرب من معسكر الدفاع الجوي شمال المدينة، وهو أحد المواقع التي انطلقت فيه العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات الجيش الوطني لاستكمال تحرير محافظة تعز. قوات الجيش الوطني ومنذ صباح هذا اليوم ومنذ ساعات الصباح الأولى في هذا اليوم تمكنت من تحرير العديد من المواقع المهمة التي كانت تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية. أبرز هذه المواقع هي تبت الكمبتين في منطقة الزنوج، وأيضا تبت حميد علي عبده في منطقة عصيفرة، وتبت القارع هذه القريبة من معسكر الدفاع الجوي، وهي من أهم المواقع التي كانت تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية. العمليات العسكرية لا زالت مستمرة في عدد من محاور القتال والجبهات في مدينة تعز، ولازلنا نقوم بمواكبة وتغطية هذه الانتصارات والتقدمات التي تحققها قوات الجيش الوطني. حمزة أمين، قناة بلقيس، من القرب من معسكر الدفاع الجوي تعز.